حية وباقية وقوية بعد عقود من محاولات القمع والطمس والتشريد. ها قد عادت قضيتهم تملأ الدنيا وهتاف فلسطين حرة من البحر إلى النهر. يتم ترديده في لندن مسقط رأسك كل أسبوع، هذا ما دونه ناشط فلسطيني حول البروفيسور الفلسطيني الغزاوي غسان أبو ستة اللي تم تعيينه ورئيس لجامعة غلاسكو العريقة في بريطانيا. وباش نحكيه عليه هو وعلى مؤتمر فلسطيني يحدث حاليا في الوقت هذا في ألمانيا، ويبدو أن الشرطة الألمانية منعت هذا المؤتمر بعد منع البروفيسور. باش ناخذ التفاصيل بعد شوية معك محمود، ولكن معايا تليفون باش ناخذه مباشرة. خليكم معنا باش ناخذوا كل المستجدات بعد قليل مع محمود الحجري. ولكن قبل هذا فما تدوينة حكينا عليها في بداية الحلقة نزلها رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان السيد مصطفى عبد الكبير البارح، تحدث فيه عن ما سماه ب لامبادوزا تونس وطالبي اللجوء، ويتساءل إذا ما هناك اتفاقيات مسكوت عنها. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا مباشرة السيد مصطفى عبد الكبير. صباح الخير ونهارك زين. بخير وصباح الخير لكل مستمعي ديوان الفم. يعيشك مرحبا بك. دونك كتبت زاد البارح مخيم أجداريا لتجميع اللاجئين وطالبي اللجوء بات حقيقة، فهل ستطلب ميلوني المزيد وهل هناك اتفاقيات مسكوت عنها؟ إذا بي نفهم شوية التدوينة هذية وما تفضلت به، وهل فعلا حجم الفضاءات اللي يتجمعوا فيها المهاجرين وطالبي اللجوء قاعدين يزدادوا بدرجه كبيره؟ وبطبيعه الحال تعرفوا ان وضع ملف الهجره في تونس وفي نفس المنطقه بصفه عامه عند سنوات اصلا لم يعد ملفا انسانيا، بل اصبح ملفا سياسيا بامتياز. اليوم كي نشوفوا في السنوات الاخيره ان الاعداد اللي جات لتونس ضاعفت عشرات المرات واصبحت ازمه حقيقيه. كنا نتحدث في 2011 و2012 على انه يعني استقبال تونس لاكثر من مليون وافد من ليبيا في وضعيه استثنائيه، ونجحت تونس بذلك لانه كانت المساله تشاركيه حقيقيه بين السلطات التونسيه والمجتمع التونسي والمجتمع الدولي، ونجح الجميع في انه مخيم الشوشه الظرفي اللي دام اربع سنوات انه استقبل اعداد بمئات الالاف وفي نهايه انهى مهمته و بطبيعه الحال وتم غلقه اليوم. لكن سامحني سي مصطفى، هوني يعني المقارنه ما ظهر لي هكا ما تجيش برشا، لانه الوضع كان مؤقت وليبيا كانت بلاد جاره في وضع حرب، معناها مش نفس الشيء. هو احنا نتحدث على ظاهره هجره نحو بلادنا سواء كان ولجوء وطالبي لجوء، تلك الفترة هؤلاء هم يعتبروا لاجئين لأن حسب اتفاقية 59 يعني هم فارين من ويل الحرب، فهم بطبيعة الحال احنا نستقبلهم كوافدين. تعرفوا أن الوافدين على البلاد التونسية يصنفوا ثلاثة، لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين. في هذه معناها يعني السنوات الأخيرة يعني تفاقمت ظاهرة الهجرة وأصبحت بطبيعة الحال تونس معنية بشكل كبير جدا بهذا الملف نتيجة السياسات الأوروبية ونتيجة بطبيعة الحال في بعض الأحيان ضعف الطرف التونسي المفاوض في وضعية اليوم. احنا كنا دائما كمنظمات نحس أن لن نكون بطبيعة الحال حارس حدود لأوروبا، وأن أوروبا هي اليوم مسألة الهجرة وهذه المسائل هي تدفع بضريبة سياستها في الدول الأفريقية، في دول خاصة دول جنوب الصحراء، هذه الدول اللي هي لم تعمل أوروبا على تنميتها رغم أن هي مستعمرات، هي تعمل دائما على المساعدة للانقلابيين، تعمل على الفوضى، تعمل على امتصاص ثرواتهم بالمقابل ما سمح حتى مقاربة تنموية. علاش احنا دائما وابدا عندنا نظرة خاصة، نعتبر أن المقاربة الحقيقية يجب أن تكون في ملف الهجرة سواء كان في تونس ولا في أوروبا ولا في أي مكان، هي مقاربة تنموية. احنا للأسف الشديد عندنا خاصة في سنة 23-24 عندنا يعني أرقام خيالية بطبيعة الحال جت تونس عن طريق الحدود الجزائرية والحدود الليبية وعن طريق الطريق السادس عملية الإنقاذ البحري، وبعضهم أيضا في جانب الوصول بالجو بعض الجاليات الإفريقية بدعوة الدراسة وبعدين يجدوا رواحهم هنا في وضعية
إمكانية صعبة. اليوم احنا كي تشوفي من جافي حتى الشارع قريب تقريبا أكثر من 10,000 يعني تم بطبيعة الحال منحهم من وإنقاذهم في البحر، وكان غادروا سواحل التونسية باتجاه أوروبا ومنعهم وصدهم عن مواصلة الرحلة. وهذا الرقم في 4 أشهر أكثر من 10,000، حدود 12,000 يعني ما عنديش عدد تقريبي، لكن أكثر من 10,000 اللي هم تم منعهم السلطات. وتعرفوا أن تقارير الوزارة الداخلية التونسية يعني مئات الرحلات التي تم إرشالها وتم ضبطها وتم بطبيعة الحال في بعض الأحيان إيقاف حتى يعني العناصر اللي هي رئيسية في عملية تنظيم هذه الهجرة. اليوم احنا في تقريبا بداية هذه السنة شفنا أنه مركز تجميع في منطقة الجدارية في جزر أعطيني فكرة وين بالضبط المنطقة هذه جي، وشنو اللي لاحظتوا أنتم شنو شفتوا بالضبط معني؟ هو من شفنا هي يعني تعرف كثرة الأعداد، هذه مكان مجدرية يعني هي منطقة بين زرزيس وبين جردان، في تقع في مدينة في جهة البيبان شبه زرزيرة معروفة بين زرزيس وبين جردان تحل على البحر الأبيض المتوسط. تم في الشهرين الماضيين تركيز مكان، والآن يقيم فيه عديد من اللاجئين وطالبي اللجوء. مخيم يعني؟ لا، هو مركز تجميع. هو مركز تجميع يبدو أنه حسب تصريح السلطات التونسية أنه وقتي، ولكن احنا نخاف من مسألة أنه الوقتي يطول ويدوم. احنا شوفي إذا ما نكون واضحين، احنا مع الحلول الإنسانية للإخوة الأفارقة وكل من هو على أراضينا. في نهاية الأمر هذه ناس معناها تحتاج، شوفوا الطقس وشوفوا الوضع وكذا، هذه تحتاج إلى يعني كل أبسط مقومات الحياة وأبسط الحقوق اللي يتمتع بها أي شخص. فبالتالي اليوم وضعيتهم بهذه الطريقة نحن تؤلمنا جدا، ونحن ننتقد السلطات التونسية فيها، سواء كان في مسألة التنقل، سواء مسألة الإقامة، الحق في الكراء، الحق في جميع عديد الحقوق اللي هي مسلوبة منهم، اللي تخليهم في الوضعية هذه صعبة وصعبة جدا. اليوم الناس هذه اللي موجودة، لأن احنا كيف عندنا صغارنا وعندنا أبنائنا في أوروبا، اليوم مش معقول إذا كان أنا غدوة أو عندي صغيري في أوروبا معناها يمنع من التنقل ويمنع من الكراء ويمنع من العمل، إذا كيفاش باش يعيش؟ هذه هو نفس اللي يلزم كيما نقيسوا على انفسنا نقيسوا على غيرنا. بالتالي احنا لكن احنا ضد هذا المكان. علاش؟ من جانب امني، انه هذا المكان هو يفتح على جهه كبيره من البحر الابيض المتوسط، ايضا من جهه اخرى على حدودنا مع ليبيا البحريه، وخلينا ايضا على حدودنا مع ايطاليا من جهه البحر الابيض المتوسط المغربي. يعني هذه المكان يكون جاذب لمزيد من تدفق الرحلات، وربما حتى الترحيل، يصير الترحيل من اوروبا يولي يجيبونا لهذا المكان مباشره. معناه يولي الترحيل من اوروبا مباشره نحو جدارية، حتى ايضا عمليه الانقاذ البحري تولي كلها في الطلاين، ولا الاوروبيين يتصدوا لهذه العمليه ويحاولوا يحيلوا مباشره الى سواحلنا، وبالتالي ترهق قواتنا الامنيه والعسكريه في التعامل مع هذا الملف. واحنا انصحناه كم من مره، احنا مع وجود اماكن تحترم فيها بطبيعه الحال كرامه الانسان وقت معنا بظرفي، لكن اليوم نشوف تونس من الجانب اللي هو هل ان هي قادره انها تكون معناها مكان يقع فيه التعامل مع هذا الملف. هو ملف موجود في كل العالم، هو حقيقي وعلينا نتعامل به. بالمقابل اليوم تونس ليس لها قانون وطني للهجره واللجوء، اليوم ثم قصور حقيقي في مساله الحمايه القانونيه، الحمايه في الإعاشة، الصحه، التعليم، عندنا مشاكل عديده. اليوم ايضا ليس لدينا هيئه وطنيه، علاش ما تكونش عندنا هيئه وطنيه للهجره واللجوء تعمل مع هذا الملف، نجحوا فيه بشكل انه نحترم كرامه الانسان، وبالمقابل ما نولوش حارس حدود لاوروبا. ايضا شنو اللي يمنع انه تكون عندنا خطه استراتيجيه واضحه؟ احنا عندنا ناس معناها بكفاءات كبيره تونسيه عسكريه وامنيه وصحيه، و يعني اساتذه جامعيين، اصحاب دراسات وبطبيعه الحال بحوث في مجال الهجره، وايضا عندهم راكم خبره في المنظمات الدوليه وراكم خبره في وظائفهم وفي وزاراتهم. اليوم احنا قديم باش نعملوا هيئه وطنيه، وهذه دعوه انه لابد ان تكون عندنا هيئه وطنيه مهتمه فقط بملف الهجره واللجوء، مختصه بهذا الملف يعني.
مختصة بهذا الملف بطبيعة الحال. اليوم الملف ما عادش تعرف عند من. وصلنا في فرطة في حكومة يوسف الشاب، عندنا زوج كتاب دولة للهجرة، واحد مع في الوزارة الأولى والآخر مع سي محمد طرابلسي في وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي نهاية الأمر احنا ما عندنا حتى نتائج، النتائج شوف فاتوا على الأرض كيف الشؤون صاير فينا، كيف صاير حتى 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 السمعة التونس، حتى احنا كيفاش الوضعية الناس تعيش فيه، زيتون وأطفال ونساء ووضع وفيات وأمراض. احنا في النهاية بنضطر حتى من ما تنجمش تسيطر على الموضوع، على باش تتفشل أمراض وتصير لك مشاكل كبيرة. وبالتالي أنا أعتقد أن اليوم وخاصة قانون وطني للهجرة واللجوء، القانون الوطني هذا بطبيعة الحال هو حماية قانونية لهذا الطرف القادم إليك، وبالمقابل أيضا أنت قادر على أن تجيري الملف بدون إبلاغات خارجية. لذا اليوم اليوم شنو الرسالة ربما اللي لازم نوصلوها للسيدة ميلوني؟ ونعرف أن أعلنت وأنه باش تزور تونس يوم الأربعاء إن شاء الله. ميلوني الرسالة واضحة، لن نكون نحن بطبيعة الحال الحل البديل لمشكلة الهجرة في أوروبا. نحن أيضا لن نقبل الفتات من مقابل أن هي بطبيعة الحال يحلوا مشاكلهم في مسألة ملف الهجرة. أيضا لن نقبل بأن يكون الجنوب التونسي وتحول التونسي إلى مخيمات لتجميع المهاجرين غير النظاميين على غرار الدول الأخرى، ألبانيا ورواندا إلى غير ذلك. أيضا رسالة أخرى منولا، نحن لابد أن تكون رسالتنا واضحة أن التعامل مع ملف الهجرة واللجوء يجب أن يكون بمقاربات إنسانية تعمل على يعني التركيز على الجانب التنموي، مقاربة تنموية ما تكونش مقاربة أمنية بالأساس اليوم. لأن المقاربات الاتحاد الأوروبي وراي اليوم يتفاوض باسم الاتحاد الأوروبي لا تفاوض باسم إيطاليا. هي بطبيعة الحال، وتعرفوا أنه حتى في تعديل تعرفوا تابعته في الصيف الماضي، تعديل عدة قوانين أوروبية في مسألة الهجرة في عدة دول، أيضا تعديل اتفاقية دبلين إلى آخره من هذه الاتفاقيات تم تعديلها كلها حتى تكون على المقاس، وحتى تجعل من تونس وليبيا ودول جوار أوروبا هي من يقع فيها بطبيعة الحال حلول مشاكلهم. لا، تونس بطبيعة الحال ستقوم بدورها الإنساني، بالمقابل لن تكون هي معناها بطبيعة الحال الحلول، لن تقبل بالحلول المفروضة التي تأتينا من وراء البحار. واضح، شكرا لك السيد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. ملف مازال باش ياخذ برشا حيز زمني في الشأن العام في النقاش محمود، وخاصة نقطة خطيرة قالها خطيرة أنه كيشدوا عباد حارقين، ما هو يمكن ما فسرهاش بالتفصيل، أنه يشدوا عباد حارقين من ليبيا ولا من الجزائر يرجعوهم للبلاصه اللي هو يرجعوهم. هذه تخوفات، هو توا هذه تخوفات. قلت له مخيم، قال لي ليه ماهوش مخيم، نقطه تجميع ماهوش مخيم، ما ينجم يولي مخيم. هوني السؤال المطروح فعلا دونك اكيد، وانه باش نرجعوا لهذا الموضوع اكثر من مره، خاصه توا راهو عاد الدنيا عمال تسخن، عمال سي لا سيزون، وانه باش يزيدوا يكثروا الى جانب الاعداد اللي موجوده عندنا في تونس. بعد شويه باش نمشيو للغونديفو كولتوريل.